السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. تو دابور جيسبر ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. قبل ما نبدا جبت لكم هذه الحلوه، وقبل ما نبدا على هذه الحلوه نتكلم عليها، نرحب بالمشتركات الجدد اللي جاوني من الفيسبوك ونقول لكم الف مرحبا، نورتوا لي القناه. وانتم لا اول مشاهده لكم لقناتي نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتشاركوا الفيديو مع احبابكم واهلكم، هكذا باش تطلع لي نسبه المشاهده. ربي يجازيكم. نقولوا بسم الله بديت وهم بيصليت عليه صلاه والسلام. بسم الله، هنا راح ندير الحلوه وميم طون نستعرض عليكم المقادير. عندي الكيسان هادوما اللي رفدو 220 ملي، درت زوج كيسان نشا كيما راكم تشوفوا. عندي كاس موان اسبوعين ولا دو دوا تاع سكر غلاس. عندي هنايا كاس او كيلة تاع فارينة. عندي هنايا لافاني درت اون كويا بيان بومبي، وعندي قرصة تاع الملح. هاد الحلوة راح نسبقها بالنواشف، نخلط النواشف بيان هكذا يدخلوا مع بعضهم. اي بي نجيب لا مارغارين هنايا كود دوبتها، يعني لا مارغارين تكون غامولي، فوالا ما تجيش مارغارين اللي مولفين نديروها ونطلعوها، لا لا هادي تجي هكذا، هادي حلوة يعيطوا لها حلوة او غريبية النشا. عندي 3 بورسيون دو فروماج، هذا اللي راح يعطي واحد البنه واحد النكهه لهذه الحلوه ان بو سبيسيال. دونك عندي 3 بورسيون دو فروماج، يعني جبل المثلثات عندي 3، وهنا عندي مغرفه كيما راكم تشوفوا تاع خميره الحلوه. طريقه تحضير هذه الحلوه راهي مختلفه على حلوات واحد اخرين. دونك رايح نخدم هاد ليدام بيدي هكذا ونحكم بين يدي كيما نديروا الحلويات التقليديه. هنا نجيب حبة بيض وزوج مغارف تاع زيت، اللي تحب ما ديرش الزيت تقدري ما ديريش الزيت راح تجيك بيان. الوغ عندي حبة بيض كاملة وزوج مغارف تاع زيت. الحاجة جديدة في هاد الحلوة ياخي دابيتود نزيدو الصفر تاع ولاد الدجاج على الابيض، لا لا هادي لا لا راح نزيد لها بياض بيضة، يعني حبة كومبليت عبيض زائد بياض بيضة هكذا. راح نضرب هاد السوائل بيان ونرميهم على النواشف هكذا كيما راكو تشوفوا، ونضم العجينه تاعي عاديه. العجينه في الديبي رايحه تكون لكم شويه طريه، فوالا انا بالعاني مع الاول ما حبيتش نعمر الكيله تاع الفرينه بزاف بومبي. هنايا اذا جرت لكم كيما انايا هنايا مخصوصه شويه، راح نزيد لها قيس زوج مغارف ولا ثلاثه تاع فرينه هكذا، ابوبري يجيكم ربع كيله اللي كيلتو بها الاولى. ثم ضيفوا زوج مغارف مغرف تو ديبون لا فارين، واذا نطمت لكم لاباط هكذا يعني حتى الحواشي ما يقعد فيها والو، عرفوا لاباط تاعكم سي بون هكذا تجيكم طريه ولا مرحه. دونك نحط لاباط بجي، انا حنستعمل الطابع تاع المعمول. هنا كنت وزنت الحبات دي بول دو 35 غرام، يعني 35 غرام، نرمدهم هنايا هكا في الفرينه، ورايحه نستعمل هذاك الطابع تاع المعمول باش ندير ارشام. دوك راح نضغط هكذايا ونخبط بيان سور ونحط الحبات. هاد الحبات يجوكم على حبه هكذا، 35 غرام تجي جوست. دونك بعد ما نطبعهم هكا رايح نحطهم كامل في السنيوة وندخلهم يطيبوا على 180 درجة. كملاحظة هاد الحلوة مش راح تحمر لكم بزاف، تشوفوا راح تلاحظوا غير لي بوغ، يعني الحواشي من تحت حمروا شوية ولا ودوغي سيتو، باسكو راهي معمولة بنشا. دونك هنا واش جبت؟ جبت هنايا حكموا اون بون كويير تاع سوبريم فريز مع لا كونفيتور دابغيكو ولا اي كونفيتور حبيتوه. زدت له هنايا لاغوم، يعني ذوق الفراوله الفخاز، لاغوم تاع الفخاز، خلطتهم مليح ونعمر هذوك الثقوب. كملاحظه حبيت نقول لكم ما ديروش ديريكتومون لا كونفيتور، باسكو كو ديروا لا كونفيتور راح هاد الحلوه تشرب وما تجيكمش شابه، يعني في الشكل ما تجيكمش شابه، يوم بلوس دو سا تولي تتفتت. دونك دو بريفيرونس نعطيكم نصيحه، ديروها بسوبريم، خلطوا لها لا كونفيتور وزيدوا لها لاغوم تاع الفخاز باش تعطي لا كولور. وهذه هي الحلوه، ديروها على وقفه هشيشه بنينه تاع قهوه تاع العصر بلوس دو سا، تقدر تقطع لكم كميه كبيره. هنا وصلنا لافين تاع لا فيديو، جيسبر كو تبارطاجيوها مع احبابكم وتجربوها، تخليوا لي تعليقات تاعكم اللي حنقراها توجور، نقول لكم افيك ان غران غران بليزير. وهنا معليا غنقول لكم تهلاو في رواحتكم، على بروشان فيديو ان شاء الله. سلام.